والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هو السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا لا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون السلام عليكم وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني أتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأنوا لكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وأيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آياتهم بسم الله الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
تغتر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيم استدلوا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين يا دعاء صلوات المستقيم صلوات المستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اليوم الغد عندي خم. ها؟ أنت بعد المعاد ومن الثالث؟ إيه حمد ومن؟ بعدين وأنت؟ إيش؟ ها؟ لا. طبعاً ما تكلمت شوف الدفتر. ممكن نلقى في شيء. اخ كان شيء ثاني كله غريب اسماء غريبة. ما في بشر من الابد. مسقعة بالمول شنو؟ حلو مسقعة سهلة. باذنجان. مسقعة باللحم. بالدجاج. بالبامية. بالمفروم. ما في امس بعد مسقعة بالبامية. ايش في هو يقول بال ايه والله مسقع سهل حرام عليك هو ايدام ترى هو ثلاث اشياء ايه مكرونه وكشري وثالث ما ادري وش واحد رز وش رز صيني ايه خلاص بسيطه يعني هذا تطبخه الثالث ما ادري وش لون عاد ولا ادري وش الكشري نفسه اللي يحطونه عند ايه هي ذاك اليوم انا وياك والله ايه هذا هو الكشري اذا كذي يعني ماي بصل ايه بصل مع الكشري نفسه هذا ايه بس هذا البصل شلون يسوونه بصل عادي لا قصدك البصل الاخضر الطويل وشو بصل ذهبي ينحط فوق اليابس يابس ايه يعني كشنه قصدك كشنه شو كشنه الكشنة هي البصل تحمسها في النار كذا لا والله لا حركة ذاك تحرقها لا طعم في شيء زي ما شغل مخالب صار حشوه أنا حبيبي ما أطول جيبي بس في جدار احنا بكري انا وانت و شلون عليك تدور لي شو اسمه شو وبيت انا اليوم ما ليش سويت؟
سكيت بعد اليوم نت كسر ايه كلنا ترى الصراط ظهري بس اسمعني من زين دقوس خاص هو لازم اسمع من زين دقوس خاص تصدق يا اخوان والله عبالي اني حاط الفرن انا خذيته لا 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 بس اذا مال المصار وا سهل ايه زين خلي علمك الطريقه من زين دقوس خاص سم من رز الحاله اي رز رز كشري كشري في رز يا ايه انت تحسبها اكل الفرن صح انزين خلي اقول لك يلا شوف افهم عدل ها تسلق الرز يمديني اروح ايش اسمه البس الروب ها خلنا في الثوب انا بالثوب ابشر حبيبي تم. عشان بعد نص ساعه تم شوف باقي نص ساعه ولا لا. دخل ما خربت وليد دخل ما خلاص واضح وليد طلع ولا لا يصلي هذا هو يصلي خصم خله جاي يخصم عليه تو قاعد يصلي لا تستنى سم اسمعني تسلق الرز الحالة اول شيء اسلق الرز يعني حطه بماي اشبعه ماي ولا خليه يقلب فيه لا لا اطبخ رز اطبخ رز لحاله مو انك تقول بس تحط رز وتشيل رز ابيض رز ابيض اطبخ رز ابيض بدون نكهه بدون شيء اي شيء ولا شيء زين ملح بس ملح بعدين ملح بس ملح عادي زين بعدين عندك المعكرونه برضه لحالها تسلقها لحالها وتشيلها على جنب المعكرونه خليها تقلب في الماء ملح وماء فاهم شلون تقلب ولا كيف تقلب في الماء يعني العيش يبدا يفور الماء كذا لا يعني تبدا تقلب العيش طبخ طبخ عادي يعني خلي العيش لما كنا بنسوي ناكله كانك بتسوي كبسه ايوه ايه انزين لانه ما خلي في بعضهم يسوي العيش اللي يقلب فاهم عشان بس يشرب مي لا 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 تطبخ طبخ كامل زين المعكرونه تسلقها وبعدين تشيلها من المويه تحطها على جنب مو انك تخليها في المويه وتنشف المويه عليها ها اوكي يعني تقلب انزين تقلب في المويه عشان بعدين عندك العدس الاسود كم نسبه المعكرونه بالنسبه للعيش؟ عادي هذه نحسبها احنا تحسبها انت تقدر نحسبها بسيطه او بعدين يقدر لك اياها بسيطه بسيطه ايه لا لا ما بسأل اسمع شوف ما نبي نسأله ولا سؤال شوف ما مسألة كشري هلا كشري بسيطة كشري يعني شوف هو بتحط صحن رز كل واحد بحط له صحن رز بتحط عليه مثلا شوية معكرونة فوق تحط عليه ملعقتين عدس عدس الأسود هذا العدس شو نسوي هذه سلق عادي سلق في ماي ولا زي ما تسلق ماي بس عدس إذا سلقته بماي يذوب لا ما يذوب الأسود ها عدس أسود يا بقى العدس البرتغالي لا البرتغالي ما يطبخ فيه عدس اسود بس بعد يعني كل سالفه كلها سلق بسلق سلق بسلق زين البصل هذا الذهبي شلون؟ بعدين عندك بصل تقطعه عيدان شرايح شرايح ما تقطع مربعات ايه تقلي وتشيله على جنب برضه كل شيء تحطه على جنب بالطبخه هذه يا اخي والله سالفه البصل ترى اذا زي ما ادري يسمونه تدري وش زبده يعني؟ هم تقلبه كذا في النار لين تبدا تحترق اطرافه تبدا تحرق اطرافه بس اطرافه بس احترقت الاطراف اقلب خلاص اصلا طعم الحرق فيه ألذ إيه؟ من الذهبي انت علي خلصت من هذه كلها تجي الحين لعبتك تبي تسوي الدقوس لا 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 توني تذكرت البصل ينحط معاه طحين لا اتذكر لان كنت مره في مطعم مصري كلت كشري في ناس يسوي طحين صح طحين عشان توني تذكرت في ناس يحطون معاه طحين كان في راسي مساع تبي في كتاب طبخ عند الدقيق هذا الطحين ما غيره طحين ما انصحك لا عشان يصير ذهبي هم المصريين يحطون هاللون عشان يصير ذهبي يابس
لا بس عند ذا شفت لك كلينا ذاك اليوم بيقد ينشب ما هذا وعلي ينشب لك شفت لك كلينا ذاك اليوم في المطار انا ايه ايه هذا هو يسوينا كذي ايه بس خايف ينشبنا ابو علي اخر شيء عشان النكهه كلها لازم تسوي شو اسمه دقوس حار دقوس تسوي حار سبايس اللي حار سبايس دقوس مطبوخ ولا دقوس عادي مطبوخ لازم يجي على النار ولازم امره بسيط شلون امره بسيط معجون طماط يقول اي معجون طماط معجون طماط وماي وتحط عليه بهاراتك فلفل اسود وهذه خلص سبايس مو معجون طماط شفت الطماط طحنه طحن واحيانا ما يجيب وحط عليه المعجون بعد ايه عشان يصير ثقيل ايه حط كذا وكذا لا اذا صار ثقيل ما ينفع ثقيل لازم يصير خفيف نفس هذه ايه نفس الشربة ايه بس حار لازم حار لا حط فلفل لان في ناس ما ياكلون حار خليهم ثنتين ترى يمرض والله انا يمرض والله يعني اول مره اني اخش جو يمرض مكيف جاك ايه النصر كيف والله ما تحمل برد قوي مل برد قوي علينا لا والله بعد مو برد قوي حتى لكن عشان على راسي ما شاء الله عليكم على الرياض خاصه انتم متعودين على الشمس اي والله احنا اهل الرياض حتى لو برد لازم صوت مكيف على الاقل النصر تعادل لا والله اي والله يا ولد مكيف ما نشغل حزر حزر الله ديره الله لا مكيف ولا وتسكر الطاقة زينا من البرد ساعة الطاقة إذا مرة احتريت إذا مرة احتريت أشهد بالله الحين زيكم نشغل هناك ما يطفى ولا تامة ها؟ تامة إذا قد حنا ننزل تامة ما يطفى ايه خلي التامة ايه كيف صحيت انا دحسن دحسن البيفي صحيت شو اسمه حسين البيفي الله يقلع حسين البيفي ايوه اقول لك شكل صحاني من اللخمه قم يا ملك الدوري ملك الدوري الملك ابراهيم لا 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 وإذا مرة ما استكيت معه صلى عليك صلاة الميت والله يخلعك في منصور قرني يا رجال يوصل عند الواحد يصلي على الميت منو منصور؟ منصور صلاة وإذن هذا الحرم الله أكبر يقول عبد المجيد بندرة تحلم به يقول والله أنا تحلمت به إن منصور إنه يصلي بي صلاة الميت وإني خلاص اللي أعطيته وضعية الميت يقول ما أمداني أفيك كذا من الحلم ألا منصور فوقي الله أكبر يصلي مكتوب يوم لا 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 تقول بصمة كم يوم في الأسبوع ما ادري والله يمكن اثنين ثلاثة على حسب الواحد و يعني مستحيل تكون واحد في الاسبوع ها؟ مستحيل تكون واحد في الاسبوع ما اتوقع بتكون واحد يا مرح بعدين انت تبغى يعني تكون انه واحد ولا ما تبغى تكون واحد؟ لا انا بسأل لاني ابي اقدم اداء لاني متأخر شوي عرفت؟ تبغى تقدم بصمتك؟ على حسب الجد تقدر اذا انت جاهز تقدر تسوي يا رجل الله يوفقك اللي متأخر مرة الله يوفقك مني انا اباخرها انا لين صح عليه الثقة اللي بيقعد لا قصدي إن كان طلعت فابيها وإن كان ما طلعت وجلست على الأقل جمعتها شوي شو لك؟ ما رمس شو قدام جلة بس ما في حجر أوه إيه كيف شو تبين؟ هذا يشتغل من هنا من هنا عبد الله لا ما هذا كيف يشتغل؟ ما فيه زر فيه هو هذا الظاهر ولا ريمونت بس ما ادري شلون يشتغل مع الجنب ولا اي شيء تكفون يا رجال اوه لزارة يعني ترى فيها نقاط يا عبد العزيز يعني بتفيدك في البراين شيء بصمه قصدي لما جاهز شيء عليه الكلام
شيء على هالكلام. بس الحق قبل برايم. ما أدري والله متى دوري أصلا. لا لا. أمزح. ما قلا ما قلا. صدقت إني بطلع. آه كيف كذا؟ لأنك طلعت وسويت الحركة اللي قبل شوي البرايم من أوسع أبوابه. ليش؟ النوم نيه. والله. سأل الله الأفالك يا أبو. بنا انا قبل ما ادري عبد الله تسمعني تسمعني ارهب كنت تقرا جرايد قبل انا والله صراحه كنت اشوف الصور زمان جرايد من دبي كنت العب اللعبه حق التوصيل حروف انا اقطعها علشان اركز فيها رجل بطاريه طيب هذه حقت اليوم دي؟ ايه ايه انا احد 4:30 من اليوم حقت يا شباب في فطور جاب فطور؟ اي في عندكم يا سرور مشروع دش امير الرياض في حلال وين هذا؟ امير منطقه الرياض يزور الدوادم يا عفيف ويدش المشروعات باكثر من مليارين اوه صدق خلينا نشوف اخبار الشباب 458 مليون مليارين؟ اي الدوادم وعفيف عندكم الدوادم من بينها الصحيه والبلديه والتعليم والاسكانات والمشروعات الاجتماعيه والكهرباء والمياه والطرق خلصت من جديد العلم خليه تدريب مهنيه خليه الدوادم 18 ما راح اندونيسيا ما شاء الله اي والله يطول بعمرك شكرا هذه حقت امس فيها ترى فيها اخبارها جديده بالنسبه لنا كل شيء جديد كل شيء جديد اليوم ولا حقت ما قبل لا شفت اليوم جايبينه معهم الله يسعدهم الشباب مثقفين كويسين يا جامعة اندونيسيا تكنولوجيا شفت كيف؟ جريدة تقلب من نفسها. شو الحركات ذي؟ شو الفن اللي انت عايش فيه؟ اللي سارة ليلة الفرقة. جمعة. فرقة؟ منين لك؟ اجل شو اسمه؟ في آدم يتعب على الكلمات ترى. اللي سارة ليلة البارح. بسم الله عليك بسم الله عليك صح انت الحين تعبت اللي تعب على الكلمه اللي صار عليه في البال الجمعه بس انه يبغى يقول عشان ما ادري ايش صح تعلكم ما تصدقون صبرت طول النهار شاعر اسمه مبغب ابو شيبه او اللي صار ليلتك أمس ما عاد ولا عز الله الليلة تفرج تقرص المطبخ على من يا ولد؟ لا حمد وأحمد ونجيبان حمد ومن؟ المفروض إنه معاذ الله يستر عليه أوه وأحمد سعود ونجيبان يا حبيبي من خش بدال اذا اخذوا اقل من 9 ان شاء الله ما ياخذون اقل من 90 اقل من 90 ما ياخذون في المكان اللي يطلع المطبخ حقنا امسيه شعريه انا وسعد الكلثم وفيصل بن قربه ممتاز متى ما ادري احنا ظني قبل الاخير او الاخير ايه الا الاخير الثلوث انا وصالح القحطاني واسماعيل
حلو انها بدايه الاسبوع. الاربعاء انا وعلي الكلثمي الطبخات كلها موجوده. ايوه انا وعلي الكلثمي. ايش تقول انت اسمه؟ عبد المجيد البندر الظاهر. لا اقول الحين كل الطبخات موجوده في القائمه حقتهم. ما حد طبخ منهم. اي ترى الشمري انا بسوي سوفلي. وضعك طيب. الزراعة اللي ابلع كله ضحك. القائمه حقتهم؟ لا بيضحك وذاك في كذا ولا كذا اللي يسوي. يا عيني قل لي احنا نجيب اغلبها. ايه طبيت مع فيصل بن قربه. انت؟ سعد الكالثر. انت؟ اي ام سي شعريه ونشادي. خلي مطبخنا جالس نطرق. والله من جد ام سي شعريه. تاخذ تفاعل حضور وخلاص. ايش يعني اسهل طبق عند الناضج؟ ها؟ اسهل طبق. هذا حق المره الاول. انت تحصل انت اجيب ثقه ولا ما تحصله؟ يا ما انا وياك. دخلت انا وذا وعلي انا ما اعرف اطبخ وذا ما يعرف وعلي ما يعرف انا ما اعرف وما يعرف وعلي ما يعرف تدري من اللي عاد صار الشيف انا انت هذا الله ذا على قدر ولا على قدر قلت خلوه شفت ان الوضع طيب قلت انا بعطيها وضعيه الشيف بيتك ما اعطيت الوضعيه هذيك يا ابو حسين واصب الملح ودك اني صبيته صبه في فنجان ما اقول به والله تشوف يوم ذاك الايام المشكله انا على قدري انا رحت فتحت القدر قلت بشوف وش نظامه يوم فتحت قسم بالله ان الملح مسوي كذا مسوي حلزون كانه زبادي ملح نفس هو ترى حركه طبخته ايه كذا فوق يقول ابو سعيد ايش جاك تحط الملح فوق تحسب لنا بيت باخر ما بينزل ما شاء الله والله نحسب لنا بيت باخر يا اخي ضغط يا اخي ينزل النار كانت ما هي قويه ولا انا متاكد انها قويه والله يا اخو كني حتى انا صدمت من الموقف والله نبغى تحركه لكن عاد علي ابو علي عاد ابو علي يدور علينا الصغير شفت قلت الله حول ولا قوه ما عاد معك الا ما حصل لا واللي غبني اكثر ابو علي ما خلط ما قلب المقلوبه اكل من فوق اي بعدين يوم قلبناها كيف طلع طعمها ايش؟ اي يوم المقلوبه يوم قلبناها وذي طلع ما ينذاك لا لا امزح والله امكلوا العيال انها عجبتهم خلني اعزز لك يا فاهي والله العظيم الطبخ والله مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة والله لا تخلى الثلاثات لا 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 الحين شفت ترى ما في شيء اسمه مزحة الحين الواحد الحين جدي اي احد يستهبل منكم منك ولا من صالح والله يا انه بيتمغط انت مالك صالح بيتمغط صالح قحطان بالحرام لا مغطى في المطبخ مغطى تمغيط انت صاحي تبغى صالح ما يستهبل تبغى صالح ما يستهبل محمد ما يستهبل لا لا انا بستهبل لا امس البرايم جالس يطقطق تبغى المطبخ صاحي انت بيجلطني لا 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 مالك بس انه هو مشكلة صالح الحين انه خلاص انا اللي اجلطهم لا انه الحين الجوهر عنده ما عنده مشكله ايه قصه بس بمخمر كذا امس انه هو على والله لا افصل عليه لا شوف نفصل احنا في هذا نحتفل لكن بعد ما نخلص طبخه بعد ما نضمن ايه نقعد نستعبط يا حبيبي من بدايه النهايه واخش خليني اشوف كلامك ذا متى طبخكم لا تركز يا ابو سعيد على كلامي لكني متحمس يعني ما عليك الثلاثاء ما عليك قدري بشوف كلامك والله انت ازعجني حتى بدون سبيكر في الغرفه اتمنى انك ما تاخذ يعني كلامي في اتمنى انك ما تنفعل اكثر من صالح لا تاخذ عارف انك لا تاخذ كلامي في عين الاعتبار يا ابو سعيد الله يهديك نبغى نسوي حنيذ يا ولد مع اني ما اعرف لكني موسم ان شاء الله ليله جنوبيه الجمعه وناخذ اللحم فوق المرخ اي صب ملح واضغطه لا تبقي بطانيه لا تحط عليه لحظه تبي تكب ساعه ونص ساعه كذا ايش نحط اخر شيء فوق بطانيات العيال لا قبل ما نسكر القدر المرخ كان اسمك تقول ملح يا ابو سعيد اي حط ملح قال ملح بعدين اخر شيء اي بس اني قلت احطه من اول قلت من اول نغمر عشان لا ما في فنجان صب الله يستر منك بس لا اشوفك تقربه والله لو اشوفك تقربه والله يارب كيفكم ترى الحديث لعبت لعبتك؟ لا تمسكون لعبتك خلاص انا بسوي الحديث بس ابو علي اللي بيسوي الحديث خلك تدري ابو علي بداياته انا عدم تيس؟ ها؟ عدم تيس تدري ولا ما تدري؟ من اللي عدم؟ جاونا يطبخ تيس كامل الحديث قلنا يخرب من هو؟
ابو علي. والله؟ هي والله علمنا. وشو؟ اخرب احمد يوم حط الزيت ترى. يا ابو حنيد. حنيد حنيد. بيسوي حنيد هو. يبغى يسوي حنيد كامل، كان عنده ناس يقول عزيم. ايوه. فانه يعد متيس، ظني انه ما قد نضج، ما قد يعني احتفل. مو ابو علي يا ابن الحلال. قال ابو علي. اليوم يقولون سالفته؟ لا 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 لا، ابو علي علمنا. ايه. كيف كانت بداياتك؟ قال احرق ما ادري باقي فيه تيس ما قد نضج. يعني اخرب. يقول عود صححت خطي ورجعته يطبخ للساعة واحدة. كنت ما تسمح ان نصحح اخطائنا نحرك الملح. وانا ما حنعرف وانت على تيس كامل؟ خاف رب. اي والله. انا ملح شيء بسيط. من كانت بداية محرقة كانت نهاية مشرقة. الله. كفو. وناجح محارب يا ابو سعيد وانت نعم. لكن ادائي دائم ترى يكون مترنح في المطبخ. بشربي في السلطات. والمشكله هذا اللي بالي فيه والله. الواحد من اخويانا سوى سلطه تجيب الحبوب، لكني استحيت من اللي معاه اللي اعطيت امي. ما بقى شله وقطع. منو؟ ما ما ادري والله. ما اذكر الفواكه. شوف الحاله اللي عندهم يا زينه. ما اذكر الفواكه. انت معهم؟ لا اقول لك ثلاثه. انا تدري وش اللي مشاغلني بس؟ اني ابغى اتجاوزني. كيف؟ اللي مشغلني انا اني انا ابغى اتجاوزني. كيف تتجاوزني؟ معطيها وضعيه. يعني درجات المطبخ 93 مشكله يا اخي. خلاص ما الان ما حد تجاوز الرقم ذا. ان شاء الله الثلاثاء شفت رقم. ان شاء الله نشوف. كم 39؟ نجيب 50. 93 يا الذيب. شايفك. صعب ترى. لكن الحين الغالي صعب. معي صالح لا يعرف يطبخ وانا ما اعرف اطبخ. ما في الا اسماعيل الامل فيه. اتوقع حسب الطبخه. والله اسماعيل لا تامل تامل يعني. شوفه حسب الطبخه هي. حسب الطبخه بعد ان شاء الله. لكن ما انا بدي اسوي ان شاء الله الوضع طيب. ليه يعني ما انا وبيصل بن قرب ليه ما حطوني مع منصور؟ مع احمد سعود. مع احمد السعود. لو خلوها زي اول كل واحد الطبخه. تدري السياسه وش بتكون؟ تكون كلها مدح يا ابو علي. يعني قيمها مثل انت فيصل. منو؟ يعني خلي فيصل يكتب كلمات وحنا مدح. شارع علي شارع عسى. لا تسوي نفس حركتنا ذاك اليوم انا وعلي. لطفنا ابو علي لان قلنا مين. علي الكاظمي قال تحدي معه. نكبتي علي بيصير معي وهو منتف ابو علي. يا اخي ايش يسوي؟ يزيد ينتف. قلت له اسمع. بعد العزل واستلم انت بالعزل وانت 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 وابو علي انضغط منه. قلت له اسمع. اذا طيب. شد لا بس علي ينسى الحين صار له كم اسبوع. لا لا ما ينسى. بيرجع علي بيتحدى مره ثانيه. لا لا والله امسك علي على جنب الطرف واقول شوف. ان كان شد ابو علي فرخ. وان كان ارخى ابو علي فشد. لا لكن ابو علي يشد في شد علي معه. لا شد لا يشد فطالع ذي يا قال كله بنرخي الذيب. لا والله خلها يرخي لين اخذ الدرجات من بعدها شد لين تدوخ. ايوه. طيب يلا شباب وش قوتكم المنظم من اليوم؟ منظم توقع مين؟ ايه اتوقعني انا اكيد. صويلح. من؟ والله اتوقع انا صالح. مستحيل. لا ان شاء الله صالح. مستحيل يا رجال. يا رجال ما شاء الله امس لحاله جايكم فوق ال 2000. كم؟ فوق ليش؟ ايه اي ما شاء الله فوق ال 2000 تقريبا. كيف 2000؟ لا لا الخصم عندك اشكال منه. الجوهره 700 الحاله هذه. 1800 تقريبا. 1800 1800 هذيك 1200. طيب 1800 لا بس لا لا صالح النص يرجع ل عبد الله نجيبان. النص ولا اللي جاوب عبد الله نجيبان؟ النص النص اللي جاوب 1900 يعني 800 تجي 800 هنا. طيب لا لا 1900 ليه؟ يعني 1200 هو 1200 يا محمد 1200 700 حق التجاره خلاص 600 لا لا حتى جوهرة ما لها علاقة. الا والله لا علاقة. والله العظيم. والله شو اسمه تجيك الجوهرة تجيك يجيك معها بلس 700. متأكد انت؟ متأكد. لا 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 700 تقسم حقت البرايم. لا صلى على الرسول 700 حقت الجوهرة ما لها دخل خلاص. هذا جت حلو. هو جاء 1200 تمام و1200 حقت البرايم خلاص. ايوه. طيب تصير تجمعها كلها. لا ما تجمع ال 700 ما تقسم. ما توقع تقسم. ايه صح 700 ما تقسم صح ما تقسم. لكن 1200 تقسم 600 يعني جاء 1100 اي 1600 اللي حقت ايش؟ ها؟ سابقة ليش؟ اي 1300 وعنده من اول نقاط اكيد حقت حياة اول و 1100 1100 ما 1300 1100
700 600 1000 لا في خصومات في امور كثيره ما اتوقع بس والله اتوقع ممكن هو ممكن برضه عندك عبد الله يا حسرتي على عبد الله ما شاء الله بعد عبد الله من عبد الله الشهراني جمع نقاط يا حسرتي طبعا انت ما تدري على الخصومات يا حسرتي يا حسرتي عليه والله ابو محمد تقول انه جمع نقاط حياته كم خلق نقاط الحظ ما خدمه والله اه يا غبنتي عليه والله طب اسمع اسمع كم مدة اتصال باب اللي امس 800 وشو عليه ما كنت 800 يعني 400 نقطة ان شاء الله اشوفكم شادين حيالكم لا انا بشركم الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله على ذا 800 و5000 اليوم صوت الفجر يمكن اقدر اصرف عليكم 6000 حقة الظهر ابوك ابراهيم والهيبة يا ولد صحي قبل صوت الظهر ذولي صار بالالاف يحسب بعدين ها صار اخوي شو يقول؟ لا ولا اخوي هطف لا تسال اسال الشباب عارف اني بزبط لك صح؟ لا ما عبد الله ما امداني صحيح عادني اقول عبد قلت عبد